طيب بوتر فلاي، حلمت اني انا واهلي خارجين لنزهه والدنيا خضره والجو حلو وعاملين اكل، وفجاه التفيت شفت ميه زرقاء حلوه صافيه وعليها خاتم وفي فص كانه جابتهولي، فخفت ان الميه تاخده لبسته بس. ابشري حلوه دي. بص هي بس انسه لسه ده ان شاء الله باذن الله الخاتم اللي لا هي مخطوبه تقريبا، لان هي عندها حلم تاني بتقول خطيبي حلم انه بيلبسني حلق في ودني. طيب ده ان شاء الله طب حلو كده كويس. الخاتم ده باذن الله ده ولد هيجي لها ذريه، هي هيسرعوا في الجواز بسرعه لان المشهد بتاع النزهه ده وكده ده الزواج، والماء ده اللي هو الرجل والخاتم اللي هو الطفل. وهي حلمت في الحلم الثاني ان بيلبسها قرط او حلق، الحلق ده ولد، فبشاره طيبه الخاتم حلوه قوي حلو جدا.